السلام عليكم. المرة دي احنا هنتكلم في نوع جديد من الـ NMR. اللي فات كنا اتكلمنا على البروتون NMR، المرة دي هنتكلم على الكربون 13 NMR. ليه بنقول كربون 13؟ لأن الكربون 12 ملوش ماجنتيك سبان، والكربون الكربون 12 يعني فيه ده الميجور او الدوميننت ايزوتوب من الايه، من الكربون. يعني الكربون كله اللي في الكون هتلاقي 99% كربون 12. ده اللي النمار مش بيشوفه، جهاز النمار مش بيشوفه لان ملوش ماجنتيك سبان. طب الجهاز بيدور على ايه؟ بيدور على الكربون 13، وده نسبه 1% من اي سامبل في الدنيا. طيب الكربون 13 زيه زي البروتون ان ام ار، بيدي ماجنتيك سبان نقدر نشوفه. فبالتالي هنبدا نقارن شويه عشان نسهل لك دراسه الكربون 13 بالبروتون ان ام ار. قلنا السبيكترم بتاع اي ان ام ار في اربع اسرار. اولا نعرف مين في البروتون، يعني كنا بنحاول نعرف مين البروتونز اللي زي بعض واللي مختلفين. هنا نفس القصه، لازم نشوف الكربون الكربونز اللي في الكومباوند اللي زي بعض او اللي مختلفين. طبيعي اللي زي بعض هيطلعوا مع بعض، يحصل لهم فليبنج مع بعض في الجهاز فيديني وان سيجنال، اما كل كربون تانية هتدي سيجنال مختلف ما دام هي مختلفه عن اختها. طيب يبقى اول حاجه اللي هي which is similar and which is different، او بنسميها ال equivalent and non equivalent signals. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه لما يجيني structure عايز اعرف المكان اللي هيظهر فيه الكربون في السبيكتروم، يعني مثلا الميثايل هل زي الاروماتيك كربون، هل زي الالكين كربون، بتظهر فين؟ دي بنسميها بوزيشن. والسبيكتروم شكله ايه على بهذه الطريقه. تاني حاجه، هل بيحصل سبليتنج؟ احنا قلنا يبقى البوزيشن والسبليتنج، و نبدا نشوف مثلا واحده واحده من الاسرار اللي احنا قلنا عليها، والانتنسيتي او الانتجريشن. اول حاجه هنتكلم عن البوزيشن عشان اسهل لك توقع البوزيشن بتاع الكربون، هربطه لك بالبوزيشن بتاع البروتون. يعني زي مثلا احنا قلنا السي اتش 3 والسي اتش 2 والسي اتش اللي في الفاتيك بارت، البروتونز بتاعتهم بيظهروا من كام؟ النص لواحد ونص. طب الكربون بتاعهم بقى بيظهر فين؟ اضرب الرقم ده على طول في 15 يبقى سهل لك الموضوع. يبقى السي اتش 3 مثلا اللي في الفاتيك بارت بتظهر سي عند واحد، يبقى 1 في 15 بتظهر عند 15 في الكربون. يبقى في البرو اهو شايف السي اتش 3 تظهر مثلا من 0 ل 1 ونص، يبقى هنا هو تظهر بتاعت الالكينز، تظهر من 0 مثلا لكام؟ ل 30 مثلا. طبعا ضمن باقي الميثايلز. قلنا الكربونيل بتعمل شيفت للبروتون تخليه عند 2 ونص اهو زي ما هنا هو مثلا، يبقى نفس القصه هنا اهو الكربون اللي جنب الكربونيل هتظهر هنا اهو. تمام؟ قلنا النيتروجين والاكسجين بياخدوا سي اتش 3 وسي اتش 2 وصلوا من 3 ل 4، يبقى من 3 ل 4 لما اضربها في 15 يبقى يديني مثلا من فوق ال 50، من 60 ل يعني حوالين ال 60، فهتلاقي هنا اهو وهكذا. نفس البوزيشنز اللي انت فاكرها او حفظتها للبروتون هتضربها في 15 ل 20 عشان تبقى ايه؟ ليه؟ لان البروتون سكيل بيبقى من 0 ل 10 مثلا او يعدي ال 10 احيانا بالنسبه للبروتون بتاع الايه؟ الاسيدز. طيب يعني 1 2 3 لغايه 10. اما في الكربون السكيل بيبقى من 0 ل 200، عشان كده هو قلنا 15 ل 20 ضعف البروتون سكيل. يعني بمعنى صح مثلا البروتون هتلاقيه بتاع الميثايل عند 1 هتلاقيه هنا هو عند 15. السي اتش 3 اللي مرتبطه باكسجين قلنا بتطلع عند 4، يبقى طب الكربون اللي مرتبط باكسجين بقى على طول هيبقى عند 60 مثلا 70 وهكذا. طيب قلنا الاروماتيك بيبقى من 6 ونص ل 9 مثلا اروماتيك بروتونز، طب الاروماتيك كربونز بقى من كام؟ اهي من 110 ل 150 وهكذا. الالكين من في نفس المكان مثلا ممكن يبقى اقل احيانا شويه بسيط. الالدهيد احنا قلنا الالدهيد من 9 ل 10 البروتون بتاعها، طب الكربونيل احنا بناخد من 160 كده او 170 لغايه 210، وهنتكلم على الكربونيل شويه انها الكربون 13 من الحاجات المميزه ان هيظهر لي كربونيل، كربون اللي مرتبطه باكسجين،
تمام. كل الكربونز اللي في المركب هيظهروا طول ما هم نون ايكويفالنت، هيظهروا ديفرنت بيكس. اما لو كانوا ايكويفالنت يظهر لهم بيك واحده. يبقى ده اول تشابه بين البروتون والكربون من ناحيه اللوكيشن. طيب بالنسبه للانتجريشن في البروتون ان ام ار، هتلاقي ان انت بسهوله تقدر تحسب كام بروتون في كل بيك. يعني لو بيك فيها 3 بروتونز هتظهر اكتر من البيك اللي فيها ايه 2 بروتونز، هتظهر اكتر من ال 1، والنسبه بينهم هتبقى بنفس نسبه البروتون. طب في الكربون الكلام ده بيحصل؟ لا. ليه؟ الكربون ما بقدرش احسب بيه عدد الكربونز اللي موجوده في البيك لسبب بسيط، ان الكربون بيقيس الكربون 13 وده نسبته في السامبل بتبقى 1% زي ما قلنا. فبالتالي ما اقدرش استخدم الانتجريشن هنا عشان اتعرف على عدد الكربون. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه، الكربون البروتون بيكس بتظهر لي ممكن يحصل لها سبليتنج، لانها زي ما قلنا بيحصل كابلنج او سبليتنج، تاثير من البروتونز اللي جنبها. طيب في حاله الكربون، هل الكربون بيعمل سبليتنج للكربون اللي جنبه؟ اقول لك لا. ليه؟ لان احتمال ان كربون 13 تيجي جنبها كربون 13 ده احتمال ضعيف جدا، واحد في واحد، هتلاقي 1% في 1% هتلاقي ضعيف جدا. فبالتالي الكربون ما عملش سبليتنج للكربون. امال بيحصل له سبليتنج بحاجه تاني؟ اه بيحصل له، بيحصل له بالبروتون. يبقى البروتون اللي عليه هو اللي يعمل له سبليتنج. طب ما دي هنشوفها تصعب لنا الموضوع، وهنشوف ازاي نتغلب عليها. طيب يبقى اول حاجه قلنا في اللوكيشن او البوزيشن، ان قلنا السكيل بتاع البروتون من 0 ل 10، سكيل بتاع الكربون من 0 ل 200، توقعي للمكان الكربون ممكن من نفس مكان البروتون بس اضرب 15 ل 20. ده بالنسبه لاول او تاني سر. يبقى اول سر مين ايكوفالنت ومين نون ايكوفالنت، تاني سر البوزيشن، تالت حاجه الانتجريشن، قلنا الكربون مش بنبص على الانتجريشن بتاعه. طيب رابع حاجه السبليتنج، قلنا السبليتنج ما بيتمش بالكربون اللي جنبه، بيتم بالبروتون بتاعه. فالكابلنج بيبقى بين البروتون والكربون. يعني مثلا السي اتش 3 تظهر ايه؟ الكربون هيحصل لها سبليتنج بالثلاثه بروتون بتوعها، يبقى 3 زائد 1 يبقى تظهر كورتت. طب السي اتش 2 الكربون هيحصل لها سبليتنج باثنين بروتون يبقى تطلع تريبلت. طب السي اتش هيحصل لها سبليتنج ب 1 بروتون، 1 زائد 1 يبقى هتبقى دبلت. طب امال الكربون اللي هي ما عليهاش بروتون مش هيحصل لها سبليتنج، يبقى تظهر سنجلت، ودي بنسميها الكواترنري كربون. فبالتالي لما اجي هنبص دلوقتي للكربون مثلا سبيكترم، عايزين ناخد واحد مثال كده ونشوف ايه بيظهر ازاي. طيب نبص على السبيكترم ده. السبيكترم ده لنفس السامبل اللي قدامنا اللي هي 2 بيوتانون، يعني فيها كربون كربون كربون، اربع كربونز مختلفين. سي اتش 3 دي مش هتبقى زي السي اتش 2 دي. طيب انت لو عايز تتوقع يبقى كام سيجنال عندي كربون، انا بقول لك ما تفكرش كبروتون، فكر ككربون. 1 2 3 4، يبقى المفروض عندي 4. تمام. السي اتش 3 دي مكانها فين؟ عند 30. تمام مظبوط. في سوري عند 15 او كده. طيب اللي جنبها دي تبقى ممكن عند 30. طب اللي هناك دي برضه في حدود ال 30 ل 40. طب الكربونه دي عند 180. فهتلاقي انت عندك، بص كده، دي التي ام اس، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، احنا بنبص فوق، يبقى دول 4 بيكس فعلا. لما تبص على البيك الاولانيه دي هتلاقيها كورتت. دي ليه؟ لانها سي اتش 3 3 بروتون عامل لها سبليتنج. ادي كده. ولو تلاحظ البيكس بتبقى شارب، مفيش اللي هي المثلثات والبتاع دي. واللي جنبها السي اتش 2 عشان عليها 2 بروتونز هتظهر تريبلت. طب والسي اتش 3 الثانيه طالعه كورتت، يبقى دي كورتت كورتت تريبلت. طب والاخيره دي سنجلت اللي هي بتاعت الكربونيل. طيب انا كده في مشكله، لو دول قربوا من بعض انا مش هعرف دول يعني واحده ولا اثنين. فقال لك احنا هنعمل تكنيك، هنشيل الكابلنج، يعني هنشيل تاثير البروتون على الكربون، وده بيعمله الجهاز. يبقى هنخليهم كلهم سنجلت، يبقى كل الكربونات سنجلت اهي، نزلتها من كورتت الى ايه؟ سنجلت. العمليه دي بنسميها دي كابلنج.
فبالتالي كلهم هيظهروا وان بيك سنجل بيك سنجل بيك سنجل بيك. فبدأ بدل ما يبقوا سبليتد كده ولو قريبين من بعض يعملوا مشكلة، بقى ان انا اتعرف يعني هل دي واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا كده، خليناها ايه دي كابلد. ودي الصورة التانية دي هي اللي بتظهر عليها اغلب الكربون 13. وتعرفها ازاي؟ بص على التيم اس. بعد ما كان هو التيم اس عامل برضه كورتت، بقى ايه سنجل. يبقى الشكل النهائي بيبقى في الكربون 13 سبيكترا بيبقى دي كابلد. دي كابلد يعني كله سنجل كده اهو. وانت لما تبص يبقى بعد التي ام اس هتلاقي واحد اثنين ثلاثة أربعة كاربونز. طب تقول لي هو كل كربونة ليها ايه اللي مخلي دي كبيرة ودي صغيرة وهكذا؟ العملية دي بتعتمد على الانتنسيتي، واحنا مش بنقيس الانتنسيتي زي ما قلنا، بس عامة الكواترنري بتبقى الانتنسيتي بتاعتها صغيرة أقل حاجة. طيب عملية الديكابلنج دي، ما أنا ممكن الجهاز يقول لي طب هي كانت كورتت بقت سنجلت، يبقى دي كانت إيه؟ سي اتش 3. كانت كورتت أهي بقت سنجلت، يبقى دي سي اتش 3. كانت تريبلت بقت سنجلت، يبقى دي كانت إيه؟ سي اتش 2. الله ينور عليكم. يبقى أنا عندي هنا أهو، عندي هنا الكربون 13 هيديني أنواع الكربون. طب نتخيل لو أنا مثلا ساي بدل السي اتش 3 دي والسي اتش 2 كانت عندي مجموعة ايزوبروبايل، يعني اتنين سي اتش 3 زي بعض، خلاص يطلعوا بوان. يعني انا اقصد لو عندي سيميلاريتي او عندي ايكويفالنت كاربون يطلع لهم وان بيك. دي ايه؟ فانا الشكل الاولاني دوت اللي فوق ده قبل الديكابلنج، الشكل التاني ده بعد الديكابلنج. طب اديني مثال تاني يا دكتور وقارن لي بقى البروتون والكاربون. طب قبل ما معلش قبل ما ننقل على المثال التاني نبص على الاماكن. يبقى احنا او الاربع اسرار، يبقى الاسبكتر ما هيبان لي اللي تحت كده، وفي واحد ممكن يلاحظ يقول لي طب هو ليه البيز لاين كده؟ عشان نسبة الكربون اللي في الطبيعة قليل، فهتلاقي انك انت تلاقيه بيبقى اضعف شوية، فتلاقي البيز لاين ظاهر كده. دي اول حاجة. طب قول لي الاربع اسرار، لما نبص على الاستراكشر مين من الكربونز دول شبه التاني؟ مفيش. يبقى انا عندي كام بيك؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. يبقى ده اول سر. تاني سر، اربع بيك. فعلا اربع بيك زي ما انت شايف. اللوكيشن، انا مش حافظ بتاع الكربون 13، بس انا اعرف ان السي اتش 3 دي البروتون بتاعها بيظهر عند كام؟ من نص لواحد ونص. قول واحد مثلا، واحد في 15 يبقى عند 15 مثلا، اهي فعلا عند 15 الكربونه دي الكربونه بتاعتها. طيب الكربونتين دول المفروض اراوند 2 ونص البروتونز بتوعهم، يبقى الكربون بتاعهم عند كام؟ يبقى من 30 ل 40. من 30 ل 40 تمام. طيب الكربونه دي شبه بتاعت الالديهيد، خلينا نقول دلوقتي يبقى ايه عند من 160 لغايه 200 وشويه. طبعا بتاعت الكيتون، وهنا بقى الميزه بتاع الكربون 13 ان بتاع الكيتون بتتعدي ال 200، دي اعلى كربونيل ممكن تعرفها. طب ايه الكربونيلز التاني اللي ممكن اتعرف عليها؟ في الالديهيد، والالديهيد تلاقيها تحتها شويه لغايه ما توصل الاسيد والاستر، الاستر والاسيد تلاقيهم اقل، ممكن يوصلوا ل 170 و180 وهكذا. فبالتالي الكربون من الحاجات اللي بتسهل التعرف على الكيتون، ودي كانت صعبه في الاي ار لو تفتكر. يبقى انا مع وجود تكنيك البروتون ان ام ار والكربون 13 ان ام ار، لما نحط السامبلز على بعض هنقدر ايه نتعرف على الاستراكشر. تمام. طيب نبص لايه للاكزامبل، يكون فيه الاثنين مثلا اهو مثال. لما تبص على المركب دوت، المركب ده عباره عن بيرول وفي كربوكسيل دهيد الديهيد يعني. تمام. انت لما تبص عليه في البروتون انه ما قارش، فكر في البروتون اللي هو تحت، هتلاقي ان انا عندي البروتون بتاع الالديهيد اهي. تمام. وهتلاقي عندي البروتونز بتاعت مين؟ بتاعت الثلاثة بروتونز بتوع الاروماتيك رينج. تمام. لما تيجي تبص بقى هم موجودين هنا في المنطقة من 6 ل 9، وعندك معلش سأل عشان التليفون. تمام. لما تبص للكربون 13 هتلاقي نفس الطريقه، ادي الكربون الالدهيد الكربون عند 180 زي ما انت بتشايف، ده الكربون 13 اللي فوق. تمام. وادي الكربونز بتوع البنزين رينج اهو،
واحد اتنين تلاتة، ادي اربعة. ولو تلاحظ في هنا في بيكس هنا، دي بتاع السولفنت الكلوروفورم اللي احنا مدوبينه فيه. فده بيديني فكرة عن العلاقة بين البروتون والكارب. انت لما تبص لدول من 6 ل 7 ونص هتلاقي دول برضو منين؟ من 110 ل 130 مثلا. هتلاقي دي عند 180، هتلاقي دي عند 9 ل 10 بتاعت الالدهيد. ده مثال. طيب من ده نقدر نتعرف على الاستراكشر بتاعت المركب. احنا ممكن نكتفي بكده في الكربون 13. مع التمارين ان شاء الله نبقى نتكلم على استخدامهم الاثنين مع بعض ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وارجو ان التدريبات توضح الموضوع اكتر من كده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.